بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وياكم حسين اياد. اليوم راح نتكلم عن السيشن الثامن الليكشر الاولى، اللي هي تكون ضمن موضوع الانترودكشن تو هرمونز. طبعا هاي سلسلة المحاضرات مقدمة من كلية طب الكوفة، وان شاء الله اليوم راح نغطي هاي المحاضرة، وهاي المحاضرة هي اساسية مهمة بالسيشنات القادمة بموديول الميتابوليزم، وان شاء الله تحتاج لها يعني فد اساسيات ان شاء الله نفتهمها ان شاء الله هاي المحاضرة. تعودنا احنا بداية كل سيشن وبداية كل محاضرة انه ناخذ learning objective. فlearning objective عندنا بهاي محاضرتنا هي عن الهرمونات، فلازم احنا نعرف شنو نقصد بالهرمون، واحنا نعرف نعدد الفيتشرز اوف كوميونيكيشن بروسيس انفولفينج هرمونز. يعني شنو معناته؟ معناته انه هاي كوميونيكيشن بروسيسز، يعني معناته انه اكو عندنا في الطرق تواصل يصير بين الخلايا. فاحدى طرق التواصل بين الخلايا هي عن طريق الهرمونات، فنعرف شنو ميزه هذا الهرمون حتى يدخل بهاي الكوميونيكيشن بروسيس. زين، بعدها راح لازم نعرف انه list the classes of a chemical substance which can act as hormone. وبعدها لازم احنا نعرف انه شلون هاي الهرمونات يصير لها transport نقل، وشلون راح يصير الاكشن مالتها على target cells. زين، بعدها انه راح نعرف انه كgeneral terms شنو الways in which hormone secretion may be controlled. يعني شنو راح يصير تنظيم وكنترول المن للسكريشن مال هاي الهرمونات. فكلها هاي راح نتطرق لها ان شاء الله بهاي محاضرتنا. بداية احنا راح نعرف شنو نقصد احنا بالكوميونيكيشن. احنا طبعا كمثل ما احنا كأورغانيزمز، يعني احنا ككائنات حية، اكو بيناتنا في الطرق تواصل، فكذلك انه هاي الخلايا، خلايا جسمنا، يصير بيناتها في الكوميونيكيشن، يصير بيناتها في التواصل، الغرض من عندها انه تؤدي الوظيفة مالتها بصورة صحيحة. فبداية انه المالتي سيلولار أورغانيزمز stay together because cell communicate. يعني نقصد بيها انه هاي الخلايا مالتنا احنا ككائنات متعددة الخلايا اللي تخلينا باقين وتؤدي الوظائف مالتنا هي الكوميونيكيشن اللي يصير بين هذا الخلايا. زين، فاذا صار هذا الكوميونيكيشن، يعني طرق الكوميونيكيشن راح نعرفها الدور بعدها. فاذا كان هذا الكوميونيكيشن الخليه لما انه اكو فد سيل سيرفيس كيميكلز، يعني فد مواد كيميائيه موجوده على السيل سيرفيس، فاذا هاي راح تنفرز من الخليه وتشتغل على الخليه نفسيتها، تكون بحاله كونتاكت فيسمونها اوتوكراين. ولما تكون انه تنفرز من الخليه، يعني يصير الكوميونيكيشن انه لما تنفرز في السيجنال او فد هاي كيميكال ماسنجر ينفرز من الخليه ويشتغل على الخلايا المجاوره، ها، فهذا نسميه احنا باراكراين. شرط مالته انه لما تكون هاي الخلايا مالته تكون مجاوره من بعضها، يعني تكون قريبات من بعضها، فانه طرق التواصل بها راح تكون باراكراين. زين، احنا سميناها احنا local diffusion of chemical messenger. يعني شنو نقصد بيها؟ نقصد بيها انه فد local diffusion، يعني نقصد بيها فد انه التواصل او الانتشار هذا للسيجنالز اللي راح تكون من الخلايا راح يكون locally، يعني منطقه انه تكون قريبات من بعضهن، مو تكون بعيده distant. بس اذا كانت انه الخلايا بعيده عن بعضها، فشلون راح يكون طريقه التواصل؟ راح تكون بعيده من بعضها، فتكون طريقه انه الاندوكراين، يعني هرمونات، يعني هذا الهرمون راح ينفرز من الخليه وروح يشتغل على خلايا تكون بعيده من عده، ها، فشلون راح ينتقل؟ اذا حتى يوصل للخلايا البعيده راح ينتقل عن طريق البلاد ستريم. فقلنا لما نرجع عليهن، لما when they come into contact سميناها احنا اوتوكراين، يعني فد كيميكال ماسنجر ينفرز من الخليه ويشتغل على الخليه نفسيتها. when they are close لما تكون قريبه من بعضها، فاحنا سميناها local diffusion of chemical messenger، يعني هذا الكيميكال ماسنجر ينفرز من الخليه ويشتغل على الخلايا القريبه من بعضها، فسميناها احنا باراكراين. when they are far apart لما تكون بعيدات من بعض هاي الخلايا، فراح تكون اندوكراين. يعني هذا احنا مثل ما قلنا عليها انه الهرمونات، طبعا اكو عندي الهرمونات واكو عندي النيرفز، هذين الاثنين يشتغلن على الكوميونيكيشن بالفار ابارت اللي هو لما تكون بعيدات من بعضهم. فهذا الهرمون هو ككيميكال ماسنجر راح ينتقل وين؟ بالبلاد ستريم حتى يوصل هاي الخلايا البعيده. زين، وكذلك الالكتريكال ترانسميشن اللي هو النيرفز، هاي هنا الاعصاب، الاعصاب تعتبر كالكتريكال ترانسميشن، كنواقل عصبيه
ايضا كذلك انه توصل بين الخلايا والخلايا اللي تكون بعيده عنها. زين، هنا انا مبين لي طرق الكوميونيكيشن اللي تصير بين الخلايا. فهنا انا عندي بالكونتاكت ديبندنت، هنا انا شنو معناته؟ معناته يصير اكو فد دايركت انتراكشن بين الخلايا، يعني هاي الخلايا راح يصير اكو فد دايركت انتراكشن بيناتها، بحيث انه مثالنا عليها راح يكون هو بالاميون سيستم. بالاميون سيستم يعني اكو عندي فد الانتيجين، الانتيجين يعني جسم غريب بيدخل الجسم، قد يكون بكتيريا او فيروس، فهاي الخلايا المناعيه راح تطلع تحاول انه تهاجمه، اللي هو مثلا التينوفوسايت اللي هي الخلايا المناعيه. فيقول لك اكو فد خلايا ثانيه اسمها انتيجين بريزنتنج سيل. هاي الانتيجين بريزنتنج سيل هي راح من خلالها انه راح ترتبط له بالانتيجين، بحيث انه من خلالها راح التي لمفوسايت تتعرف على هذا الانتيجين وراح تهاجمه وتقتله. فهنا طريقة الكوميونيكيشن اللي صارت وطريقة الارتباط هي كونتاكت ديبندنت، هاي توضح ليها. فالكوميونيكيشن الثانية هي سميناها بالباراكراين، والباراكراين قلنا عليها انه فد سيجنال تنفرز عندي من الخلية وتشتغل على الخلايا المجاورة القريبة عليها اللي سميناها احنا اللوكال ديفيوجن. زين، فمثل ما موضح بالباراكراين، ومثالها اللي هو قلنا عليها بالسايتوكاينز اللي تنفرز عندي كذلك انه من الخلايا المناعية، يعني لما ندخل انتيجين راح تطلع الخلايا المناعية تفرز السايتوكينز. هذا السايتوكينز يسوي انه يروح على الخلايا المناعية البقية يحفزها حتى تجي كلها وتهاجم لي هذا الانتيجين. فانه طريقة التحفيز وطريقة هذا الكوميونيكيشن اللي صارت هي سميناها بالباراكراين. كذلك عندنا بالساينابتيك اللي هو الساينابس اللي هو طرق الساينابس اللي هي شنو هي؟ اللي هي طريقة التواصل اللي صار عندي بين النيرف وبين التارجت تشو، يعني اكو فد كوميونيكيشن، اكو فد اتصال ها بين الكوميونيكيشن وبين التارجت سيل. فسواء كان هاي التارجت تشو، سواء كان نيرف ثاني يعني خلية عصبية ثانية، او سواء كان مثلا سكليتال مسل، او سواء كان جلاند حتى يؤدي الفونكشن مالته، فهاي الساينابس هي اللي راح تشتغل عليه. فشنو راح ينفرز عندي؟ ينفرز عندي من الخلية العصبية نيورو ترانسميتر، ناقل عصبي يشتغل على ريسبترات موجودة على تارجت سيلز، وتصير عملية الكوميونيكيشن. فهنا بالسينابتيك هي صارت على الرغم من هو الكتريكول ترانسميشن، فصارت انه ديستنس المسافه بعيده انه ممكن يصير الكوميونيكيشن. كذلك يعني قلنا بالاندوكراين، بالاندوكراين انه بالاندوكراين تنفرز عندي الهرمونات، هاي الهرمونات تشتغل المسافة بعيدة حتى توصل للخلية الثانية فتنتقل بالدم، ومن تنتقل بالدم راح تشتغل دور بعدها على التارجت سيلز. فهاي احنا نشوفها بالهرمونات وطريقة الكوميونيكيشن بيناتها بين الخلايا. ف الكيميكال كوميونيكيشن هنا نفس الشرح راح نرجع عليه. حتى يصير عندي الكوميونيكيشن لازم اكو فد سيجنال تنفرز عندي من الخليه، سيجنال او سمينا احنا فد كيميكال مسنجر، يعني فد مراسل او فد ناقل ينفرز عندي من الخليه وروح يشتغل على الخليه الثانيه. ف وحده من الخلايا راح تفرز هذا الكيميكال مسنجر اللي هو السيجنال، وهاي السيجنال لازم تروح تشتغل على الخليه الثانيه. ف ان ديتكتد باي انذر، يعني لازم اكو تلقى في التارجت سيل تشتغل عليها، وهاي التارجت سيل اكو بيها في ريسبترات يلا تشتغل عليها. ها، فلازم اكو عندي كيميكال مسنجر سيجنال، ولازم اكو عندي فد تارجت سيل وريسبتر موجوده على خليه ثانيه حتى تشتغل عليها. زين، فهنا الدور قايل انه ريسبترز ار انسولين از example، يعني مثلا ناخذ احنا الانسولين كاكزامبل انه كمثال. فيقول specific for particular messengers، يعني هذا الانسولين مثلا هذا الانسولين ما يشتغل غير فقط على الريسبترات الخاصه بالانسولين. خوش، الثايرويد هرمون ما يشتغل فقط على الثايرويد ريسبتر اللي خاصه به، فكل هرمون له ريسبترات خاصه به يشتغل عليها، ما يشتغل على ريسبترات تكون غير مال غير هرمونات، فقط انه ريسبترات خاصه له. زين، النقطه الثانيه يقول انه linked to metabolic processes in the cells،
اما تكون انه دايركتلي اور اندايركتلي. معناتها شنو؟ معناتها مثلا هذا الانسولين لما راح يرتبط بالريسبترات الخاصه مال الخليه فراح يسوي شغل، يعني مثلا شلون انه راح يدخل هذا الجلوكوز داخل الخليه وراح يحفز فد ميتابوليك بروسيسز مثلا انه الجلايكوليسيس وغير شغلات تسويها حتى تستفاد معده الخليه بانتاج الطاقه، فراح يحفز الميتابوليك بروسيسز بالخليه اما بصوره مباشره او بصوره غير مباشره. فالريسبترات always involved even when transmission is mostly electrical، يعني حتى انه الريسبترات تتضمن حتى لو اذا كان طريقة الترانزميشن طريقة الانتقال او التوصيل هي electrical مثل ما شفناها بالنرف وراح نشوفها بهذا الفقر. نفس الفقر اللي اخذناه احنا وشرحنا عليه راح نعيده هنا نعود، يعني انه نوضح انه الريسبترات هاي الجملة الاخيرة اللي اخذناها قبل شوي انه الريسبترات always involved even when transmission is mostly electrical، يعني هنا مثلا بالنيرف راح نشوفه انه احنا قلنا electrical transmission فاكو عدي فد synapse وعن طريق هاي synapse الخلايا العصبية تنفرز من عدها neurotransmitter فد ناقل عصبي ويروح يشتغل على target cells. هاي هنا سواء كان قلنا فد نيرف ثاني او muscle او gland حتى تأدي function مالته. فهذا هنا الريسبترات ايضا ضروريه جدا حتى انه يشتغل الكيميكال ماسنجر وتؤدي الفوكشن ويصير عمليه الكوميونيكيشن. هنا نفس الكلام عايد ليا احنا ايضا ذكرنا انه اكو عندي فد لوكال ديستانس واكو فد لونج ديستانس. فالكوميونيكيشن قلنا انه السيلز ان كونتاكت سمينا احنا دايركت انتراكشن يصير بين الخلايا بصوره مباشره ارتباط مباشر اللي هو مثل ما اخذنا عليه مثال اللي هو الاميون سيستم وشغله الانتيجين والتي لمفوسايت وشلون يصير الارتباط بيناتهم والكوميونيكيشن. كذلك انه اخذنا سيلز نيربي يعني لما تكون نيرباي العفو يعني لما تكون انه الخلايا قريبه من بعضها فراح يكون الكوميونيكيشن بيها يكون لوكال ديفيوجن، يعني لما تكون قريبة من بعضها راح يكون الانتشار قريب من بعضها تشتغل على الخلايا المجاورة معناتها ها، فما راح تروح المناطق بعيدة، هي خلايا بصفة فراح تنفرز من عدها فد كيميكال ماسنجر وتشتغل على ريسبترات تكون قريبة من بعضها سمينا احنا باراكراين. ولما تكون خلايا بعيدة distant cells فالهرمونات عندنا هو راح يكون فد كيميكالز بالبلود ستريم يعني راح ينتقل بالبلود ستريم ويروح للخلايا البعيدة عليه او انه فد نيرفز اللي هي تكون الكتريكال ترانزميشن وهاي طبعا الكتريكال ترانزميشن يكون رابد بالمقارنة ويا الهرمونات. زين هسه احنا ما طول اخذنا انه distant cells اللي هي الخلايا البعيدة طرق التواصل مالتها قلنا اما بالهرمونات وراح تنتقل عن طريق بلاد ستريم، واخذنا مثال ثاني هو النيرف. زين اذا هذول الاثنين هو يشتغلون على الخلايا البعيده ككوميونيكيشن، زين شنو الفرق بيناتهم؟ هنا لازم نعرف انه الهرمونز اد نيرفز وات ذا مينينج اوف هرمون اند از ذا ديفر فروم نيرف. شنو الفرق يعني شنو الاختلاف بين الهرمون وشنو الاختلاف اختلاف عن هذا النيرف اللي هو العصب. الهرمون كبداية احنا لازم نعرف شنو الهرمون. الهرمون هو فد كيميكال سيجنال فد مراسل فد مراسل يعني شنو يعني فد مادة مادة كيميائية. هاي المادة الكيميائية هي تكون سيجنال تنفرز عدي من الاندوكراين جلاند شرط بيها من الاندوكراين جلاند. احنا نعرف انه الجلاند يا اما تكون اندوكراين جلاند يا اما تكون اكزوكراين جلاند. فالاندوكراين جلاند راح تكون الافرازات مالتها بالدم بينما الاكزوكراين جلاند راح تكون افرازاتها بدكت بقنوات. فهنا عندنا الهرمونات راح يكون ينفرز من اندوكراين جلاند يعني معناته يروح ينفرز وين بالدم. هاي انتهينا من عندها يعني ذات ترافل انتو ذا بلاد ستريم. زين to affect other tissue حتى يأثر على التيشو البقية. زين هسه احنا نجي ناخذ النيرف. النيرف هذا الهرمون ينفرز من اندوكراين جلاند بينما النيرف هو راح يتحفز عن طريق سيجنال تجي ويتحفز بها النيرف. هاي شغله. الشغله الثانيه انه الهرمون راح ينتقل بالبلاد ستريم بينما النيرف راح يكون الكتريكال سيجنال وينتقل عن طريق بعمليات الاكشن بوتنشال اللي تصير المسؤوله عن توصيل الاعازات العصبيه. زين ومثل ما قلنا انه كل هرمون ينتج من اندوكراين مخصصه سبيشاليزد. زين يعني مثلا الانسولين هذا راح ينتج فقط من البنكرياس، مثلا الثايروكسين
هذا راح ينفرز فقط من الثايرويد جلاند. فاذا كل هرمون ينفرز من اندوكراين جلاند مخصصه. هسه انا ماخذ لي الهرمونز وكذلك النفس الخلايا العصبيه والهرمونات وماخذ لي انه حتى اعرف شنو الفرق بيناتهم، لان باعتبار انه اثنيناتهم يصير الكوميونيكيشن مالتهم بمسافه تكون لونج ديستنس. فهذا الهرمونز هو ريليز فروم اندوكراين جلاندز، من غدد تكون اندوكراين جلاندز قلنا عليها يعني تكون فراساتها بمن بالدم، وترافل ان بلاد ستريم. بينما لما اجي للنيرف النقطه يقول انه رابيد كوميونيكيشن فروم بوينت تو بوينت، يعني معناته انه الكوميونيكيشن اللي راح يصير من بالخلايا العصبيه يكون كلش سريع، يعني سمينا احنا الكتريكال سيجنال. زين النقطة اللي وراها يقول انه reach all parts of the body in about 30 seconds، يعني معناته شنو؟ معناته انه راح توصل لكل اجزاء الجسم فقط انه 30 second. زين، بينما النيرفز راح تكون اسرع من عندها بحوالي انه ملي سكوندز. زين، only interact where there are receptor and but can have different effect in different places. زين، الهرمونات هاي تشتغل على ريسبترات خاصة، لازم اكو لها فد ريسبترات يلا تشتغل، بينما النيرفز ما تحتاج ريسبترات حتى تشتغل، وانما شنو هو هسه راح نشوفه يقول انه act in only one place by local diffusion chemical messenger released from nerve end، اللي هو سميناه احنا نيورو ترانسميتر. هذا النقل العصبي ينفرز من الخليه ويشتغل على من؟ على الريسبترات اللي موجوده بالخليه العصبيه الثانيه مثلا. يكون هذا فد شنو سميناه احنا الكتريكال سيجنال. زين، كذلك انه بالنسبه للهرمونز انه good for coordinated multiple responses، بينما بالنيرفز هو ايضا راح يكون good for rapid and depresses control. هسه احنا عرفنا الهرمون شنو معناته ومنين راح ينفرز والهرمونات هاي شنو فرقها عن النيرفز، وعرفنا طرق الكوميونيكيشن. اي هرمون راح يجي ببالك؟ اي هرمون راح تاخذه؟ لازم تعرف عنه هذين الاسئله الشغلات لازم تعرف عنها. يعني مثلا انه where does it come from، منين راح ينفرز هذا الهرمون، what is the chemical nature، شنو الطبيعه الكيميائيه لهذا الهرمون، شلون راح يتكون، how it's made and what causes it release، يعني شنو اسباب انه تخليه انه يصير له ريليز يتحرر، and how is the transport in the bloodstream، شو راح ينتقل بالبلودستريم، what's and where is the receptor on the target cells، شنو الريسبترات مالته وين موجودة بالنسبة للتارجت سيلز، how does its binding interact with the metabolism of the target cells، شنو شغله، شلون الاكشن مالته اللي راح يسويه بالنسبة للتارجت سيلز، الميتابوليزم مالت الخلايا، what effects does it have، شنو التأثيرات مالته راح يسويها على الخلايا، كذلك انه شو راح، how is it inactivated، يعني معناته شو راح اسوي له inactivation، لان احنا نعرف الهرمونات اذا بقت داخل الجسم راح تاثر وتسوي له اضرار، يعني مثلا اذا الانسولين بقى هوايه داخل الجسم راح يقلل من مستوى الجلوكوز الموجود بالدم ويسوي عندي هايبوغلايسيميا، فاني لازم اسوي له inactivation. هسه احنا راح نبدي انه نعرف هاي الهرمونات وين تكون موجوده. احنا نعرف انه الهرمونات اندوكراين جلاند، فهاي الاندوكراين جلاند وين موجوده بجسمنا؟ زين، مكان تواجد الاندوكراين جلاند بالجسم مثلا موجود عندي بالهيد اند نيك اللي هو بالراس والرقبه، وموجوده ايضا بالابدومن، وموجوده بالبلفس اللي هو الحوض. فهنا بالهيد اند نيك اللي هو الراس والرقبه اللي هو عندنا اول واحد هو البينيال بودي اللي هو يسمونها الغده الصنوبريه، هاي تفرز لي هرمون الميلاتونين. هذا الميلاتونين جدا مهم انه هذا المسؤول انه يخليك تعرف وتميز الليل من النهار، يعني بحيث انه من يرتفع هذا الهرمون الميلاتونين راح تنام، ومن يقل المستوى مالته راح تقعد من النوم، فهذا جدا مهم الميلاتونين. كذلك عندنا بالهيد اللي هو الهايبوثالاموس، طبعا هاي الهايبوثالاموس اللي هي سميناها احنا الغده تحت المهاد، هاي تكون سنترال جلاند responsible for all endocrine tissue، يعني جدا مهمة هاي الهايبوثالاموس، يعني لها تأثيرات انه مسؤولة عن كل الفوكشن مالت الجلاندز.
واضح. وطبعا هاي الهايبوثالاموس تكون كبيره، اكبر من البيتوتري جلاند واكبر من الجلاندات البقيه. فيعني كمعلومه انه لك انه هاي الهايبوثالاموس لما يصير بها في التيومر او ورا ما راح تتاثر بها الهايبوثالاموس كلها، وانما اجزاء منها عكس البيتوتري جلاند تكون اصغر من عندها، فلما يصير بها تيومر راح تتاثر الجلاند باكملها. زين، فالبيتوتري جلاند اللي هي سميناها احنا الغده يعني كذلك عندنا احنا البيتوتري جلاند اللي سميناها احنا بالغده النخاميه. هاي الغده النخاميه بيها طبعا هي موجوده يم الهايبوثالاموس، وبيها جزئين اللي هي الانتيرير والبوستيرير بارتس. كذلك عندنا الثايرويد جلاندز اللي هي سميناها عن الغده الدرقيه. هاي الغده الدرقيه هي تفرز لي ثايرويد هرمون اللي هي تي 3 والتي 4. والعندنا الباراثايرويد جلاندز، هاي اللي موجوده جوا الثايرويد جلاند، وهاي ايضا راح نتعرف عليها بالسيشنات القادمه. طبعا عندنا البينيال بودي والهايبوثالاموس والبيتوتري جلاند موجودات بالهيد، والثايرويد جلاندز والباراثايرويد جلاند هنا موجودات منطقه النك. يعني هاي بالنسبه للاندوكراين الموجوده عندي بالهيد اند نك. الاندوكراين الموجوده عندي بالابدومين اللي هو عندي الادرينال جلانس اللي هي سميناها احنا بالغده الكظريه. هاي الغده الكظريه اللي هي موجوده عندي فوق الكدني، يعني الكلات اذني اكو فوقاهن، هي الغده الكظريه سميناها احنا الادرينال جلاند. هاي الادرينال جلاند بيها كورتكس اللي هو القشره، وبيها الميدولة اللي هو الليب. وطبعا من كل جزء يعني من الكورتكس والميدولة يطلع لي هرمونات خاصه بها، راح نتعرف عليها بالسيشنات الجايه. وعندي البنكرياس، البنكرياس اللي هو مسؤول عن انتاج هرمون الانسولين والجلوكاجون. الانسولين مهم بخفض مستوى السكر بالدم، بينما الجلوكاجون انه يرفع لي مستوى السكر بالدم. الكيدنيز اللي هو مهم بانتاج هرمون الاريثروفويتين. هذا الاريثروفويتين مسؤول عن افراز الاريثروسايت فروم بون مارو، وبالتالي انه جماعه الرينال فيلر اللي ذول عندهم عجز بالكليه شو يصير عندهم؟ يصير عندهم انيميا، فقر دم. يا ليش يصير عندهم فقر دم؟ لان انه من يصير عنده عجز بالكليه معناته ما يقدر تفرز الاريثروفايتين، وهذا الاريثروفايتين هو مسؤول عن انتاج خلايا الدم الحمر، بالتالي يصير عندهم انيميا. كذلك انه الجات بيها فد هرمونات خاصه. كذلك اكو عندي بالبلفس اللي هو الحوض، الحوض اكو بالجوناتس اللي هي الغدد التناسليه اللي هي الاوفاريز والتستس والبلاسنتا خلال البريجنسي خلال الحمل اللي هي المشيمس سميناها احنا. فيعني معناته شنو؟ معناته انه اذا اكو فد حمل هاي البلاسنتا تعتبر كاندوكراين تشو. زين، ومن الهرمونات اللي تفرزها خلال الحمل اللي هي البروجستيرون والاستروجين والاتش سي جي اللي هو الهيومن كاريونيك جونادوتروبين. هنا هاي الصوره توضح لي انه وين موجوده هاي الاندوكراين جلانس بالجسم. فمثل ما اخذناها اكو عندي منطقه الهيد اند نيك اللي هي البينيال بودي، البيتوتري، الهايبوثالاموس، وكذلك انه منطقه النيك اللي عندي ثايرويد جلاند والباراثايرويد جلاند، وعندي منطقه الابدومين الادرينال جلاند والبنكرياس، وكذلك بالجات اللي هي القناه الهضميه، وبالنسبه ايضا لمنطقه البلفس اكو بيها الجوناد والبلاسنتا. فهاي الصوره لطيفه وتوضح لي هاي مكان الاندوكراين جلاند. طبعا بعد ما عرفنا الاندوكراين جلاند وعرفنا شلون راح يكون توزيعها بالجسم، وعرفنا الهرمونات اللي تنتجها، وعرفنا شنو نقصد بالهرمون، فلازم احنا هسه نعرف شلون قسموا هاي الهرمونات، فشنو اصناف هاي الهرمونات. عندنا هنا كلاسز اوف هرمونز اللي هو قسموها لاربعه اقسام. اول واحد هو البولي بيبتايد هرمونز. طبعا هاي البولي بيبتايد هرمونز راح يكون بتركيب التركيب الهرمونات بس بروتين، يعني داخل بتركيب الهرمونات فقط بروتينات، ماكو اي شيء وياها، ماكو كربوهيدرات ولا اكو اي شيء ثاني، فقط بروتين تقريبا حوالي 20 عددهن 20. بينما بالهرمونات النوع الثاني اللي هو جلايكوبروتين هرمون، هذا هو تركيب الهرمون بعبارة عن بروتين وجزء من الكربوهيدرات.
وان تقريبا عددهم يكون 4. يعني فرق عن البولي بيبتايد انه البولي بيبتايد تركيبه عباره فقط عن بروتينات، بينما الجلايكو بروتين هو بروتين وبي جي سي من الكربوهيدرات، لذلك سميناه جلايكو، جلايكو دور بروتين. زين، الامينو اسيد ديريفيتيفز اللي هاي مشتقينها احنا الهرمونات من امينو اسيد اللي هي احماض امينيه، وانتم اخذتوا الاحماض الامينيه بالام جي دي، وهنا تكون مشتقه من التايروسين واللي راح ناخذها هسه احنا اللي هي من عندها الثايرويد هرمون، هي تكون 3 ميجر، ثلاث هرمونات اساسيه. الستيرويد هرمونز هاي ماخذينها من الستيرويد اللي هو تكون كوليسترول ديريفيتيفز، يعني ماخذينها من الكوليسترول، وتقريبا عددهن 10. يعني هن ذن كلاسز اوف هرمونز الاساسيه اللي صنفوا على اساس الهرمونات. فهنا شنو يقصد انه هو بالستراكشر اوف هرمونز، الستراكشر ديترماينز هاو ذي ار ميد، هاو ذي ار ترانسبورتد ان ذا بلاد، اند نيتشر اند لوكيشن اوف ريسبتورز اون سيلز، اند هاو ذي ار ان اكتيفيتد. معناته انه انت مجرد معرفتك بنوع الهرمون سواء كان مشتق من بروتين او كوليسترول، يعني صنف البروتين سواء كان بولي بيبتايد او ستيرويد، فانت راح تعرف عنه اللي هو شلون راح يصنع، شلون راح يقدر ينقل بالدم، شنو الطبيعه مالت الريسبتورات الموجوده بالخلايا والموقعها، وكذلك شو راح يصير لين اكتيفيشن. يعني مثلا مثالنا اللي هو الانسولين، الانسولين انا عرفته انه بولي بيبتايد هرمون، وانا اعرف انه البولي بيبتايد هرمون هو يكون تركيبه فقط بروتينات، بالتالي البروتينات انه نعرفه تكون ووتر سيليبل، ها وما طول انه تكون ووتر سيليبل معناته شنو، معناته ما راح تقدر تعبر السيل سيرفيس جدار الخليه، تحتاج ريسبتورات موجوده على السيل سيرفيس، وكذلك راح اعرف انه شلون راح يصير النقل مالته بالبلاد، وكذلك اعرف انه شلون راح تصنع. يعني هذا نقصد بها انه الستركتشر اوف هرمونز. راح ناخذ اصناف الهرمونات بدايه بالبولي بيبتايد هرمونز. البولي بيبتايد هرمونز قلنا عليها هاي الهرمونات انه تكون مكونه من البروتينات فقط، وهاي المجموعه تكون لارجست جروب، يعني اكبر مجموعه، والسنجل تشين بيبتايد مالت هاي الهرمونات كلها راح تكون مختلفه من ناحيه الطول مالتها بالتشين لينث، يعني طول مالت السلسله. زين، فهاي المجموعه تتضمن الجروث هرمون اللي هي مكونه من 191 امينو اسيدز، والانسولين اللي هو 51 امينو اسيدز ان تو تشينز اللي هي اي وبي، هسه راح ناخذهن، والتي ار اتش اللي هو ثايرويد بروفين ريليزنج هرمون اللي هو مكون من 3 امينو اسيدز. بالنسبة للصنف الثاني من الهرمونات هو الجلايكوبروتين هرمونز. الجلايكوبروتين هرمونز يقول انه all have، يعني كل هاي الهرمونات هي تكون من مكونة من two polypeptide chains with carbohydrate side chain اللي هي الفا and بيتا chains. الالفا راح يكون similar while بيتا راح تكون vary. هسه لو تجي تلاحظ هاي الصوره تشوف عندي هسه مثلا ذني تي اس اتش، ال اتش، الاتش سي جي، الاف اس اتش، هذني كلهن انه كستراكشر مالتن الالفا والبيتا سب يونت مكونه، فهاي الالفا بيهن كلهن متشابهه سيميلر، بينما البيتا بيهن راح تكون مختلفه بذني الهرمونات. فهذني كلهن هي تكون ضمن عام، يعني كلهن ذني من عائله واحده لكن الفانكشن مالتهم تختلف. يعني عندي تي اس اتش والثايرويد ستيميليتنج هرمون هو الهرمون المحفز للغده الدرقيه، الفوليكل ستيميليتنج هرمون هو الهرمون اللي يكون محفز للحويصلات، عندي اليوتينايزنج هرمون، وعندي الهيومن كاريونين جونادوتروفين. بالنسبه لهذن الهرمونات هي البولي بيبتايد والجلايكوبروتين هرمونز، كلهن سنثسايزد ار لارج بريكيرسر مولكيولز اللي هو تكون برو هرمونز، وتكون مخزونه فيزيكلز بيفور ريليز. يعني معناته شنو؟ معناته انه هذا معطول هي بروتينات، فيعني مثلا هسه نجي ناخذ احنا الانسولين، الانسولين هو راح اول ما يعني يتصنع راح يكون بشكل بري برو انسولين
بعدين راح انه الخزن مالته راح يكون بشكل فيزيكال، وبعدين اني راح يصير الكليفج انقسامات حتى يتحول انه مره يعني من البري برو انسولين راح يطلع يعني يصير الكليفج، يصير دور برو انسولين، يصير الكليفج يلا يتحول المن الى الاكتيف هرمون اللي هو الانسولين. فهذا هنا انه كلهن بطريقه التصنيع، وكلهن انه يصير ستورد مالتين فيزيكال قبل لا انه يصير لها ريليز وتتحرر. بالنسبة للصنف الثالث من الهرمونات اللي هو الأمينو أسيد ديريفاتيفز، إنه الأمينو أسيد ديريفاتيفز قلنا يا أمينو أسيد إنه تكون مشتقة من عنده هو التيروسين. التيروسين مثل ما واضح قدامنا التركيب مالته، فهذني الأمينو أسيد ديريفاتيفز قسمناها القسمين قلنا ليها الثايرويد وجماعة الأدرينال ميدولا هرمون، لأن احنا نعرف إنه الأدرينال جلاند أكو بيها كورتكس وميدولا. في الأدرينال ميدولا اللي هي اللوب مالت الادرينال جلاند الغده الكظريه ايضا انه تعتبر امينو اسيد ديريفاتيفز. بالنسبه للثايرويد هرمون اللي هو تي 3 والتي 4، وطبعا للعلم انه لازم نذكرهم ذني انه تي 3 والتي 4 تكون هيدروفوبيك يعني تكون ليبيد سوليبل، واضح؟ وهسه احنا راح نستفاد من عندها بعدين بسيشن الثايرويد ونفتهم من شنو معناته وبما راح يفيدنا. الكاتيكولامينز اللي هي الادرينال ميدولا هرمون اللي تنفرز عندي من الميدولا اللي هي الادرينالين والنور ادرينالين، طبعا هذني راح تكون عكس الثايرويد هرمون تكون هيدروفيلك اللي هي ووتر سوليبل. فهسه الادرينالين هو قلنا عليه ستورد ان فيزيكال ان ادرينال ميدولا، مثل ما قلنا عليه هو ينفرز عندي من الادرينال ميدولا وينخزن بشكل فيزيكال حويصلات، وقلنا عليه هو هيدروفيلك يعني يكون ووتر سوليبل، ما طول انه ووتر سوليبل معناته ما يقدر يعبر غشاء الخليه، لان غشاء الخليه تكون هيدروفوبيك يعني ليبيد سوليبل فما يقدر يعبر هذا من خلالها. زين، فيحتاج ريسبتورات موجوده على سطح الخليه يرتبط. بالنسبه للثايرويد هرمون انه ستورد اكسترا سيلولارلي ان فوليكل ان ثايرويد جلاند، يعني قلنا عليها انه تنفرز من الثايرويد جلاند وتنخزن برا الخليه بشكل فوليكلز بسائل موجود داخل الثايرويد فوليكلز سمينا احنا الكولويد، راح نذكره ايضا بالسيشنات القادمه اللي هو سيشن الثايرويد. وايضا ريلاي كروس سيل ممبرين، ما طول هو يكون طبعا هيدروفوبيك يعني هو يكون ليبيد سوليبل، معناته انه يقدر يعبر غشاء الخليه بسهوله وما عنده ما يحتاج ريسبتورات موجوده على سطح الخليه، وبالتالي لازم موجود الفت ريسبتورات موجوده وين؟ داخل الخليه، يعني نوكليار ريسبتور او سيتوبلازميك ريسبتور موجوده، لان احنا نعرف انه الريسبتورات يا اما تكون موجوده داخل الخليه، يعني هاي انت لازم تخليها ببالك من هسه انه ثبتها قاعده، انه الريسبتورات يا اما تكون انترا سيلولار ريسبتور يا اما تكون اكسترا سيلولار ريسبتور. بالنسبه للريسبتورات لما تكون داخل الخليه يعني معناتها وين راح تكون؟ يا اما بالسيتوبلازميك ريسبتور او موجوده بالنيوكليار ريسبتور. زين، بالاكسترا سيلولار ريسبتور اللي هي موجوده على السيل سورفيس يعني برا على البلازما ممبرين، وهاي انه شنو اللي يحتاج الانتراسيلولار ريسبتور؟ لما يكون هيدروفوبيك، لما يكون يعني ليبيد سوليبل معناته انه راح يقدر يعبر السيل سورفيس، بالتالي لازم اكو ريسبتورات موجوده على النيوكليار او السيتوبلازم ريسبتور. ولما يكون هيدروفيلك هرمون يعني هرمون يكون ووتر سوليبل معناته هو راح ما يقدر يعبر السيل سورفيس، معناته اكو الا فد ريسبتورات موجوده برا، يعني ماكو هرمون الا ريسبتورات برا وبالداخل، يعني هو هذا انه ريسبتورات هو ما يكون هيدروفوبيك ما يكون هيدروفيليك، فحسب هذا التصنيف جدا مهم هنا. الستيرويد هرمون مثل ما قلنا هو تكون مشتقه من الكوليسترول، ويكون مصنفينها حسب اما عدد ذرات الكربون يعني تكون سي 27 21 16 18، او انه حسب دبل بوند يعني الاواصر المزدوجه او الديفرنت سايد تشين. فهنا اللي هو اقسامها اوف يعني كلاسز اوف ستيرويد هرمونز اللي هي اقسام الهرمونات قلنا انه قسموها حسب عدد ذرات الكربون، فسي 27 هو الكالسيفيرول اللي هو مثل فيتامين دي، الكربون 21 هو الكورتيكوستيرويد، طبعا هذا الكورتيكوستيرويد هو مجموعه الهرمونات اللي تنفرز عندنا من الادرينال كورتكس. اذا تتذكر احنا قلنا الادرينال جلاند يا اما كورتكس يا اما ميدولا، الميدولا قلنا ينفرز عليها هذا الكاتيكولامينز اللي هي الادرينالين والنورادرينالين،
هنا الكورتيكوستيرويد اللي هو الادرينال كورتكس اللي ينفرز عندها الكورتيزول يسمونه جلوكوكورتيكويد، وينفرز من عندها الالدوستيرون. المينرالو كورتيكويد هاي جدا مهمه، هن ذني سي 21. البروجستين اللي هو مثل البروجستيرون اللي هو ينفرز عندي من الاوفاريز، وسي 19 هو الاندروجينز، واللي مثل التستوستيرون اللي ينفرز عندي من التستس، وسي 18 هو الاستروجين اللي مثال عليه هو الاوسترايدول اللي هو ينفرز عندي من الاوفاريز. هذني بالنسبة الى اصناف الاستيرويد هرمون وشلون قسموها. شنو الستيرويدز؟ مثل ما قلنا هي مشتقه من الكوليسترول، فما طول هي مشتقه من الكوليسترول اذا راح تكون هيدروفوبيك، يعني تكون ليبيد سوليبل، واذا ليبيد سوليبل مثل ما قلنا راح تقدر تعبر غشاء الخليه ما عندها مشكله، فتحتاج فما تحتاج ريسبتورات برا الخليه يعني على سيل سيرفيس، وانما تحتاج نوكليير اور سيتوبلازميك ريسبتور يعني انتراسيلولار ريسبتور. وقلنا عليها هاي الستيرويدز هي نوت ستورد باي سيلز، يعني هنا متنخزن بواسطة الخلايا لان دائما تكون باستخدام لها، و synthesized on demand from cholesterol ester. قلنا انه كالستيرويد حتى تنتج من الكوليسترول ester. شوف هنا انه فقط هذا ما مطلوب، يعني ما شرحه وما مطلوب من عندنا، لكن احنا نفتهم انه الستيرويد synthesized انه منين راح يكون ينتج من الكوليسترول ester، واضح. وهي ذني الميجر ستيرويد. شلون راح يصير له ترافلينج ان ذا بلاد؟ شلون راح ينتقل بالدم؟ هذا الموضوع هو موضوع واحده ما عليه باصناف الهرمونات. احنا خلصنا اصناف الهرمونات وقلنا عليهن اربع وخلصناهن، واخر شيء كان الستيرويد وتحدثنا عنه. هسه احنا الترافلينج ان ذا بلاد، شلون هاي الهرمونات كلها راح تنتقل بالدم؟ زين، فاحنا يعني هسه خلينا نثبت في شيء ببالنا انه هذه الهرمونات اذا كانت ووتر سيريبل يعني تذوب بالماي، معناته انه ما تحتاج ترانسبورت بروتين بالبلد حتى ينقلها. هاي نقطه. النقطه الثانيه، اذا كانت ليبيد سوليبل يعني تذوب بالليبيد، معناته شنو؟ معناته انه زين هاي شلون راح تقدر تنتقل بالبلد؟ فاذا هاي تحتاج ترانسبورت بروتين، واضح. فاذا الفيو هرمونز soluble enough to travel in the simple solution اللي هي البيبتايد والادرينالين. شنو نقصد احنا بالسمبل سوليوشن؟ يعني انه تنتقل بدون ما تحتاج الى ترانسبورت بروتين، يعني تنتقل تكون ووتر سوليبل، فما يحتاج انه يرتبط بترانسبورت بروتين. لكن موست يعني البقيه او الاغلبيه انه شود يعني باين تو يوجوالي بروتينز اللي هي ايضا اوفن سبيسيفيك، يعني لازم ترتبط بس بترانسبورت بروتين اذا كانت شنو ليبيد سوليبل اللي هو جماعه الستيرويد، لان احنا نعرف انه الستيرويد والثايرويد هرمونز هذني كلهن راح يكونن هيدروفوبيك يعني ليبيد سوليبل، فتحتاج الى ترانسبورت بروتين، وهذا الترانسبورت بروتين قلنا لازم يكون سبيسيفيك خاص بيها. يعني مثلا الثايرويد هرمون هو تي بي جي اللي سميناه احنا الثايروكسين بايندينج جلوبيولين، والستيرويد اللي هو الاس اتش بي جي والسي بي جي. طبعا الاس اتش بي جي هو 6 هرمون بايندينج جلوبيولين، والسي بي جي هو الكورتيكوستيرويد بايندينج جلوبيولين. يعني هذني ايضا هو فد ترانسبورت بروتين خاصه بهذني الهرمونات اللي تكون ليبيد سوليبل. بالنسبه للكنترولينج سكريشن، شلون احنا راح يعني هاي كهرمونات ووظيفتها انه يصير لها سكريشن من الاندوكراين جلاند، فشلون انا راح اقدر انظم هذا السكريشن مالتها؟ فالاندوكراين سيلز ار ستيمولييتد كيميكالي تو ريليز هرمون، يعني هاي كاندوكراين سيلز مو كيف انه تفرز هذا الهرمون شو وقت ما تريد، وانما لما يجيها فد ستيمولييتد، لما يجيها فد تحفيز او فد اعاز، يلا تقدر تفرز هاي الهرمونات. فشلون راح تقدر نسيطر عليه؟ عن طريق نيجاتيف فيدباك كنترول، هسه راح نتعرف عليه. الغرض من عنده شنو؟ انه الهدف من عنده انه الكنترول، انه احافظ على تركيز محدد من الهرمونات موجود ب
الدم. ف tend to keep hormone concentration in blood at controlled level. احنا الغلط من عندنا هون حتى نسوي negative feedback control حتى احافظ على تركيز معين من الهرمونات موجود بالدم. فهاي النيجاتيف فيدباك اللي نقدر نسيطر من خلالها على سكريشن مالت الهرمونات، هذا النيجاتيف فيدباك، هذا الاكسس كله هذا اللي موجود بصورة هو اسمه HPT اكسس، معناته هو هايبوثالاميك بيتوتري ثايرويد اكسس، يعني معناته انه تدخل به الهايبوثالاموس وتدخل به الانتيريور بيتوتري جلاند وتدخل به الثايرويد جلاند. فاذا انه هسه انت لو تيجي تشوف على المخطط انه هذا الهايبوثالاموس تفرز لي التي ار اتش اللي هو سميناه احنا الثايروتروبين ريليزنج هرمون، هذا التي ار اتش هو يحفز الانتيرير بيتويتري جلاند انه تفرز التي اس اتش اللي هو سميناه احنا ثايرويد ستيميليتنج هرمون، وهذا الثايرويد ستيميليتنج هرمون هو اللي له ريسبتورات موجوده على الثايرويد جلاند يرتبط بها ويحفزها انه تفرز الثايرويد هرمون اللي هو تي 3 والتي 4. طبعا انه شو وقت تتحفز هاي النيجاتيف فيدباك ميكانيزم اور الاكسس، يتحفز لما انه القى ثايرويد هرمون بكميات قليله، يعني لما يقل او احتاجه راح تتحفز هاي الباثوي. زين لما اني تحفزت وكمل والتركيز ما تبعد انا وصل انه تركيزه يكون ليميت، يعني انا احتاجيت التركيز بعد ما اريد انه يصير هوايه، فلازم يصير له نيجاتيف، لازم يثبط هذا الاكشن مالته يصير نيجاتيف فيدباك، يرجع فيرجع من الثايرويد هرمون يرجع على الانتيرير بيتويتري جلاند يثبط السكريشن مالته. واضح؟ فهسه نرجع هنا نقول انه تي ار اتش سكريشن ستيميليتد وين بلاد ثايروكسين ليفل فول، يعني قلنا لما تركيز الثايرويد هرمون قليل راح تتحفز عندي هذا تي ار اتش اللي هو ثايرويد ريليزنج هرمون حتى يحفز البقيه انه تتكون. التي ار اتش هو اكت اون انتيرير بيتويتري تو ستيميليت تي اس اتش سكريشن، اند تي اس اتش اكت اون ثايرويد جلاند تو ميك ثايروكسين ليفل رايز. زين ولكن لما يصير انه ثايروكسين تركيز مالته عالي راح ريديوز تي ار تي اس اتش سكريشن اجين، يعني هذا هالمره شو يسوي؟ انه حتى يثبط يقول لك كافي بعد ما اذا زادت الكميه مالت الثايروكسين فيرجع انه يقلل التي اس اتش سكريشن اجين. ف overall act to keep blood thyroxine level constant and many hormones controlled in similar way. العديد من هاي الهرمونات راح تتخذها هسه راح نشوفها احنا بالثايرويد غيرها، انه كل هذني راح يتبعن هاي الطريقه مالت النيجاتيف فيدباك. فالcritical role of anterior pituitary الانتيرير بيتويتري many hormones controlled by other hormones سمينا احنا التروفيك هرمونز. شو نقصد يعني بالتروفيك هرمونز؟ طبعا احنا التروفيك هرمونز اقصد به انه فد هرمونات تنفرز من البيتويتري جلاند من الانتيرير بيتويتري جلاند وتروح تحفز لي هرمونات ثانيه انه تشتغل، يعني هرمون يحفز لي فد هرمون نسميه احنا تروفيك هرمونز، يعني ماني هرمونز كنترولد باي اذر هرمونز، واضح نسميه احنا تروفيك هرمونز. وهاي طبعا عندنا احنا الانتيرير بيتويتري جلاند هو اللي راح يفرز هاي التروفيك هرمونز وتسمح لي انه للبراين تو انفلونس ذا اندوكراين سيستم. وطبعا هن ذني هواي التروفيك هرمونز ايضا راح تاخذوها بالمحاضرات الجايه اللي هي تنفرز عندي من الانتيرير بيتويتري جلاند. فيعني ما بيها شيء. بالنسبة للهرمون اكشن اللي هو شغل مال الهرمون يختلف فيما اذا كان هذا الهرمون ووتر سوليبل او فيما اذا كان ليبيد سوليبل. احنا نعرف انه غشاء الخلية البرة هو ليبيد، فبالتالي انه الووتر سوليبل ما راح يقدر يعبر غشاء الخلية، فلازم اكو الا ريسبتورات برة موجودة على السيل سورفيس يشتغل عليها هذا الهرمون. بس اذا كان هذا الهرمون هو ليبيد سوليبل فراح يقدر يعبر غشاء الخليه وراح يشتغل على سيتوبلازميك اور نيوكليير ريسبتور موجوده داخل الخليه. فهنا هو بكل الاحوال يعني هذا هو كله راح يرتبط بالريسبتورات، يعني انه سواء كان ليبيد او
ووتر سوليبل، فهذا الهرمون دائما يكون مرتبط بالريسبتورات. فهنا انا ماخذ بالبدايه انه بالنسبه لنا الليبيد سوليبل اللي هو جماعه الاستيرويد، يعني قلنا جماعه الاستيرويد هي من كوليسترول يعني ليبيد، فبالتالي انه هنا أنا مثل ما موضح لي اياها بالصوره انه الاستيرويد هرمون راح هو ليبيد سوليبل، قدر يعبر البلازما ممبرين لان هو قلنا ايضا ليبيد، وارتبط بسيتوبلازميك ريسبتور، طلعت الريسبتورات ارتبطت بها كون كومبلكس. هذا الكومبلكس هو يعتبر سيكويت ميسنجر مالته، لان هو هذا اللي راح يروح يطبب داخل النواه من خلال هاي البور الموجوده ويطبب لها داخل النواه، راح يسوي الجين اكسبريشن اللي هو جين ترانسكريبشن اند ترانسليشن، يعني سوى عمليات النسخ والترجمه ويكون بروتينات، يعني سوى اكشن هالمره يعني سوى شغل. فبالتالي كون بروتينات يعني هذا سوى شغل مالت الهرمون. هذا اذا كان شنو ليبيد سوليبل. وطبعا انه الاكسبريشن مالت الجين هنا راح يخليه انه شغل مالته يكون ابطا بطيء ابطا من انه يكون ووتر سوليبل. زين، اذا كانت هاي الهرمونات هي ووتر سوليبل فمعناته هي ما راح تقدر تعبر غشاء الخليه، وبالتالي تحتاج ريسبتورات موجوده على سطح الخليه على السيل سيرفيس حتى ترتبط بيها. زين، فاذا هي من برا قلنا وما راح تقدر تعبر السيل سيرفيس، زين شو راح تقدر تؤدي شغلها الموجود داخل النواه؟ معناته انه لازم اكو فسكود ميسنجر، يعني غير هذاك اللي اول بالبدايه، غير هو غير الهرمون اللي ارتبط، اكو فد سكود ميسنجر موجود داخل الخليه. هذا السكود ميسنجر يجي يكمل الشغل مالت الفيرست ميسنجر، يكمل الشغل وياه ويروح شو يسوي لي انه اكسيرتس ميتابوليك افكتس ايفن موديفاينج اكشن اوف انزيم، يعني راح يسوي الشغل مالته اللي موجود عندي داخل الخليه وداخل النوت. بهاي الصورة اللي تكون جدا واضحة وجدا مهمة، هو هذا اللي ووتر سوليبل هرمون اللي هو سمينا احنا نان ستيرويد هرمون، يعني معناته هو مو ليبيد سوليبل وانما ووتر سوليبل. هذا سمينا احنا في فيرست ميسنجر رقم واحد راح يجي يرتبط بالريسبتورات مالته، وهاي الريسبتورات راح تحفز لي فد بروتينات موجوده داخل الخليه اللي هو هذا الجي بروتين مثلا اللي هو هذا راح نشوفه احنا، وهذا الجي بروتين راح ناخذه احنا طبعا بالمرحله الجايه. فهذا يعني مجرد انه انت تفتهمه انه اذا كان نان ستيرويد يعني ووتر معناته انه راح يرتبط برسبترات موجوده خارج الخليه على السيل سيرفيس، وراح يحفز بروتينات داخل الخليه، راح تحفز لي انزيمات اللي هو هذا انزيم الادينالايز سايكليز مثلا. هذا الادينالايز سايكليز راح يستخدم هاي الطاقه الموجوده داخل الخليه يحولها سايكليك اي ام بي. هذا السايكليك اي ام بي هو سكود ماسنجر. ليش هو الغرض من عنده؟ هو سمينا هذا ترانزكشن باث واي، يعني الغرض من عنده انه هذا الريسبتور برا الخليه، زين شو راح يقدر يشتغل داخل الخليه؟ فلازم يحفز في سكند ميسنجر ثاني يجي يستلم الشغل من عنده ويسوي فوسفوريليشن للبروتينات يخليها تشتغل وينطيها الفوكشن مالتها. مثل ما واضح هنا انه هذا الهرمونات هو الفيرست ميسنجر، هذا البايند ريسبتور يرتبط بالريسبتور، وهذا الريسبتورات مالته راح تحفز الجي بروتين اللي هو هذا فد بروتينات موجوده داخل الخليه. هاي راح تاخذ اول ما يرتبط يعني هذا الهرمون بالريسبتور راح يتحفز وياخذ الجي تي بي اللي هي يعني طاقه بشيء يعني مثل الاي تي بي، فانه بعد ما راح ياخذها يروح يوديها للادينالايز سايكليز راح يستلم الطاقه من عنده من هذا الجي بروتين، والجي بروتين راح يرجع طبعا، وبعد ما اخذ الادينالايز سايكليز الجي تي بي من الجي بروتين راح ينطيها للسايكليك اي ام بي، وهذا السايكليك اي ام بي يعتبر كسكند ميسنجر، وهذا السكند ميسنجر راح يحفز انه البروتين كانيز. هذا البروتين كانيز كان ان اكتيف فراح يحوله المن الى اكتيف، ومن سوى اكتيفيشن للبروتين كانيز هذا البروتين كانيز راح يسوي لي فوسفوريليشن للبروتينات ويخليها شغاله. ومثل ما قلنا انه فرشي يحفز الثاني حتى يؤدي شغل مالته، انه هرمون حفز ريسبتور جي بروتين انزيم بعدين انطاني في السكود ميسنجر. فاحنا الموضوع الاخير هو الان اكتيفيشن. الانكتيفيشن معناته انه اكو هرمونات ما يصير تبقى داخل الخليه وبحاله اكشن مستمره، ما يصير انه حاله الاكتيفيتي مالته مستمره، فلازم يصير لها انكتيفيشن. يعني مثل ما قلنا انه الانسولين اذا بقى هو داخل الخليه، هو الانسولين شو يسوي؟ يقلل مستوى السكر في الدم، فلازم يكون انه له فد هالف لايف، لازم له فد مده معينه ويشتغل بها الدور يصير له انكتيفيشن. فاذا لان اذا بقى راح يسوي هايبوغلايسيميا، يعني نقصان بالسكر مالت الدم.
فقلنا steroids and amino acid derivatives, small changes in structure and recycled or exerted. يعني انه هاي جماعة الديرفاتيفز اللي سواء كانت من الامينو اسيد او الستيرويد لازم انه يصير بها small changes بالستركتر and recycled or excreted, يعني انه غالبا ما تكون بالليفر. زين, بالنسبة للبيبتايد يكون degraded to amino acid, يعني احنا راح نرجعها للامينو اسيد, وبعدين انه الانكتيفيشن may occur in target tissue but also in other tissue especially the liver. اكثر شيء انه الليفر هو المسؤول عن عملية الانكتيفيشن. فاحنا هسه بنهاية هاي المحاضرة عرفنا الـ اي endocrine system, اي هرمون راح ناخذ عنه هذين الشغلات الخاصة بي ونعرفهن, وهسه احنا اخذنا اساسيات عن هاي المحاضرة. شكرا جزيلا.